بسم الله الرحمن الرحيم، معك احمد ناصر من قناه دكتور الزينه. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها ان شاء الله عن انواع الحبوب الاساسيه ومميزاتها وعيوبها. طبعا كلنا بنستخدم في طيورنا حبوب اساسيه للبادجي او الكوكتيل او الفيشر، يعني حبوب اساسيه بتكون قدامهم باستمرار، زي البلقم، زي الفلارس، زي الدنيبه. طبعا الثلاث حبوب دول بيكونوا اساسيين في قلب الوجبه اللي هي بتاع كل يوم بالنسبه ليهم يعني. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، بالنسبه للفيشر وزي البادجي وزي الكوكتيل، طبعا بنضيف عليهم اللب. بس احنا طبعا احنا اللب هنطلع نعمل عنه حلقه تانية ان شاء الله، عشان في ناس بتستعمل اللب غلط، واللب ده اصلا موضوعه تاني خالص. فاحنا هنطلع نعمل عنه حلقه وهنتكلم فيه عن اللب ده حلقه مختصه لنفسه. احنا طبعا احنا دلوقتي طالعين هنعمل بنتكلم عن الحبوب الاساسيه وهنستخدمها ازاي وايه مميزاتها وايه عيوبها زي ما قلت لحضراتكم. اول حاجه طبعا معانا البلقم، يعني اول حاجه معانا البلكم. عامة دي بلكم بلدي، انا بستعمل البلكم البلدي عشان في بلكم مستورد، انا ما بحبش البلكم المستورد لان ليه مشاكل تانية عامة، فانا بجيب البلكم البلدي. البلكم البلدي طبعا اغلى من المستورد، اغلى منه تقريبا 5 جنيه في الكيلو. بالنسبة بقى للبلكم، هو طبعا هو من الحبوب الاساسية، يعني هي من الحبوب الاساسية اللي هي بتبقى موجودة طبعا في كل وجبة، يعني دوت لازم يكون موجود في كل وجبة الا بتاعت الكناري. يعني انت هتحطه مثلا للكوكتيل، هتحطه للبادج، هتحطه للرز، هتحطه لكل حاجة ما عدا الكناري، لان الكناري ما بياكلهوش. وهو عامه بيمثل من النشويات، يعني هو ده يعني هو عامه نشويات. البلقم بيكون نشويات للطائر او بالنسبه للعصفور او الكربوهيدرات، نشويات او الكربوهيدرات. بالنسبه بقى اللي هي بتحول للسكريات والسعرات لبيعه الدفاع، يعني عامه ده بيديك حرارات صرعيه والسكريات بتدفي العصفور. فاحنا عامه عشان احنا كده بنيجي في الشتاء بنزود فيه، يعني احنا عامة بنيجي في الشتاء بنزود فيه عشان خاطر التدفئة وعشان خاطر الكلام ده كله، لأن عامة زي ما قلت لحضراتكم هو بيدي سرعات حرارية وبيدي سكريات وطبعا كربوهيدرات ونشويات. الحاجات ديت بتدي للعصفور دفاء وطاقة، فاحنا طبعا احنا بنكتر منه في قلب الشتاء. طبعا بيجي في الصيف طبعا بنخفف منه. عامة بقى بالنسبة للبلقم، في مشكلة، البلقم بيسبب زيادة الوزن. يعني البلقم بيسبب زيادة الوزن، هقول لكم ازاي. البلكم طبعا زي ما قلت لحضراتكم، يعني هو عامة بيدي سكريات، بيدي سعرات حرارية، بيدي كربوهيدرات، بيدي نشويات، الكلام ده كله بيزود الوزن. بيزود الوزن ايه مشاكله بقى؟ زيادة الوزن بتعمل تلييس، تلييس في النتايج. فاحنا طبعا النتايج دلوقتي مثلا لو هي ملياسة او الكلام ده كله اكيد مش هتبيض، اكيد مش هتحصي. فدي طبعا مشكلة من مشاكل البلكم. طب انت هتقول لي ازاي؟ يعني انت هتقول لي ازاي؟ طيب بالنسبة، يعني انت لو جيت قلت لي مثلا دلوقتي، طب ما هو الزبرة على طول بياكلش غير البلقم، يعني الطائر الزبرة ما بياكلش غير البلقم. طب هو انت هتجيب طائر الزبرة زي الكوكتيل، زي الاسترالي، زي الفيشر؟ طائر الزبرة عامة حركته سريعة وما بيقعدش مكانه، وعلى طول بيتنطط من هنا ومن هنا وبيطير بسرعة. فطبعا بالتالي انه بيحرق، يعني بيحرق الكلام ده كله. انما بالنسبة لطائر الكوكتيل، بالنسبة للاسترالي، بالنسبة للزبرة، قصدي بالنسبة للروز، الحاجات دي كلها تقيلة، يعني الحاجات دي كلها تقيلة ما بتتحركش. فطبعا بالنسبة ليهم هم هياكلوا من هنا، وطبعا وزنهم هيزيد، هيتشحموا، هيجيلهم تشحيم. تاني حاجة هيجيلهم تليس. فطبعا ديت الحاجة اللي انا بقول لحضراتكم عليها من مشاكل البلقم، يعني مشاكل البلقم. بالنسبة زي ما قلت لحضراتكم، المميزات بتكون ان هو بيكون فيه سرعات حرارية، بيكون فيه سكريات، كربوهيدرات، نشويات، وطبعا دي وجبة أساسية لازم أن تكون موجودة. أنا مش بقولك تمنعها، بس أنت تحطيها مش بكمية، يعني ديت عامة هتتحط كل يوم برضه، بس ما تتحطش بكمية. فبلاش اللي احنا نحطها بكمية غير في الشتاء. في الشتاء مثلا هتبقى برضه ايه، يوم ما هتزيد هتزيد مثلا كيلو عن بقية الحبوب التانية، يعني هتزيد كيلو عن بقية الحبوب التانية عشان خاطر التدفئة وعشان خاطر الكلام ده كله. فطبعا زي ما قلت لحضرتك، المشكلة التانية بتاعتها، يعني المشاكل بتاعتها بقى بالنسبة ان هي زيادة الوزن، التشحيم، التلييس، الحاجات دي كلها طبعا بتعطل الطير خالص، بتعطله عن الانتاج. طبعا بقى معانا تاني حاجه ان شاء الله، الفلارس. طبعا الفلارس دي بصراحه حكايه تحكايه، يعني الفلارس دي حكايه تحكايه تانيه خالص. وطبعا زي ما انتم عارفين الفلارس دلوقتي اسعارها راحت في 60 داهيه، يعني طبعا عامه مستورده، الفلارس مستورده ما عندناش احنا هنا، ما زرعناش منها عندنا هنا بمعنى اصح. الفلارس بقى زي ما بقول لحضرتك كده حكايه تحكايه، يعني هقول لك ليه. لان هي عباره عن بروتين، يعني هي فيها بروتين وفيتامينات، تمام، بروتين وفيتامينات. طبعا كل طير من عندنا بيحتاج للبروتين والفيتامينات ديت، لازم يكون عنده البروتين والفيتامينات. فطبعا هي موجوده في الفلارس دي. بالنسبه بقى للحاجه التانيه، احنا ما نقدرش نستغنى عنها،
ديت لازم تكون وجبة أساسية في كل في أي حاجة. لو هتمنع البركم وهتمنع النيبة ديت لازم تكون وجبة أساسية، إحنا مقدرش نستغنى عنها، لأن عامة ديت أسرع حاجة وأسهل حاجة بتكون أنسجة الفروخ وبتعطيها الصحة والقوة والنمو. يعني زي ما بقول لحضرتك طبعا هي موجود فيها البروتين والفيتامينات، تمام، وده حاجه ما نقدرش اللي احنا نستغنى عنها، لان طبعا لو في مثلا فروخ ولا حاجه، انا عامه بيكون في فروخ بقلل من البلكم جامد وبقلل من الدينابة جامد وبدي فلارس. الفلارس طبعا زي ما بقول لحضرتك بتكون الانسجه بتاعه الطير بتاعه الزغلول بتاعه الفرخ، وبتساعد على النمو والصحه والقوه. طبعا الحاجات دي اساسيه، يعني الحاجات دي اساسيه. وكمان عامه لو الزغلول مثلا هيقعد معاك مثلا 40 يوم عبال ما يتفتم، لا هي ممكن مثلا 35 يوم مع بقيه الوجبات التانيه زي بيض البقسماط زي الغله زي القمح المنقوع زي حاجات كتير. فطبعا هي هتساعد عن الكلام ده كله. بالنسبه بقى للفرالس، الفرالس في ناس جت قالت لي هي بتلاقي ست طيور، لا الفرالس ما بتلاقيش ست طيور. انا اعرف ناس عندها معارض وناس عندها مزارع ما بتاكلش غير الفرالس بس. طب انت الناس ديت عامه ازاي هي غلطانه؟ يعني ازاي هي عندها غلط في الموضوع ده؟ اكيد طبعا الناس دي مش غلطانه، الناس دي تفهم اكتر مني ومنك طبعا، لان طبعا زي ما بقول لحضرتك عندها مزارع وعندها معارض وعندها الكلام ده كله، طبعا ما بتاكلش غير فلارس بس. وطبعا بقى بالنسبه للكناري، الكناري الفلارس دي الكناري الفلارس ذات وجبه اساسيه ليها. الكناري ما باكلش غير الفلارس بس، يعني عامه لو الكناري، طب ما الكناري ما باكلش غير الفلارس طبعا، ما بتشحمش يعني مفيش شحاح. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم الزبره ما بياكلش غير البلكم بس، يبقى الكناري ما بياكلش غير الفلارس بس، والبلكم ما بياكلوش غير الزبره بس. طبعا احنا بنتكلم بقى بالنسبه للبادج وبالنسبه للروز وبالنسبه للكوكتيل، طبعا الثلاث حاجات دول وجبه اساسيه ليهم. بالنسبه بقى للدنيبه، الدنيبه ده طبعا زي ما انتم شايفين دي دنيبه منخوله، في طبعا بقى دنيبه ارخص من كده، في دنيبه اغلى من كده، كل حاجه ولها سعرها. يعني كل حاجه ولا سعرها، في دنيبه بتكون مبهدله جامد مش منخوله الكلام ده كله. فاحنا طبعا احنا بنجيب الدنيبه الكويسه اللي هي نضيفه عامه عشان تريح الطير. بالنسبه بقى للدنيبه ده، دي مصدر الاملاح المعدنيه، دي حاجه لازم برضو تكون موجوده ثابته عشان ديت فيها الاملاح المعدنيه. طبعا انتوا شايفين الثلاث وجبات احنا ما نقدرش نستغنى عنهم، يعني الثلاث وجبات او الثلاث انواع او الثلاث مصادر اللي هم بتوع الوجبه الاساسيه احنا ما نقدرش نستغنى عنهم، اللي هم الثلاث اصلا بيكملوا بعض. بس عامة في طيور تانية ما بتاكلش التلات وجبات. بالنسبة بقى للدنيبة، دي حاجة مهمة للريش ولتكوين الدم، يعني غير ان هي مفيدة للمصادر الاملاح المعدنية، تاني حاجة بقى هي مفيدة جدا للريش وتكوين الدم. موجودة كده التلات حاجات احنا مع بعض اهو ماشيين مع بعض واحدة واحدة، تمام. بالنسبة بعد تكوين الدم، هي بتحطها بنسبة اكبر من البلكم والفلارس، في ناس بتحطها بنسبة كبيرة عن البلكم وعن الفلارس، وطبعا دي غلط، لان هي برضو عامه انا قلت لحضراتكم دي بروتين ودي سعرات حراريه وكربوهيدرات ونشويات، تمام. دي احنا اتكلمنا فيها عن الريش وعن تكوين الدم وعن الاملاح المعدنيه، فطبعا ده اقل حاجه فيهم. انت مش هتجيب الحاجات ديت لزي البروتين لزي مثلا السعرات الحراريه زي الكلام ده كله، لا طبعا دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. بالنسبه بقى احنا اتكلمنا فيها طبعا، انا عامه انا عن نفسي انا بستغرب ان في ناس ممكن تجيب مثلا 5 كيلو من الدنيبه وتجيب 2 كيلو من الفلارس و2 كيلو من البلقه. انا عامه انا بستغرب من الكلام ده، طب ازاي يعني انت تقنعني ازاي مع ان اصلا اقل حاجه فيهم الدنيبه، احنا الدنيبه ده بنحطها عشان تكمل الوجبه بتاعتنا، انما هي عامه هي مش وجبه اساسيه اصلا. انا عامه ان في عندي طيور ما باكلهاش غير فلارس بس. بالنسبه بقى للدنيبه المفيد ليها، تاني حاجه بقى ان شاء الله المفيد ليها، ان احنا طبعا احنا قلنا البلقم بيليس. طب احنا دلوقتي عندنا مثلا طير مليس او طير عنده تشحيم، بنروح لاغيين البلقم خالص ونحط الدنيبه، لان الدنيبه بتحرق الكلام ده كله، بتساعد على الحرق، يعني بتساعد على حرق الوزن وبتساعد على الغاء التشحيم والكلام ده كله يعني. فطبعا دي ميزه جميله برضو، يعني دي ميزه جميله، وطبعا بتحسس الطائر ان هو شبعان، يعني عامه هي يعني بمعنى اصح بتسد نفس الطائر عن الاكل، يعني الطير ياكل منها يحس نفسه ان هو شبع مش عاوز يكمل بقيه الاكل. فاحنا طبعا انا عن نفسي انا بخفف من دي جدا، بخفف من الدنيبه جدا، وبزود في الفلارس اكتر حاجه، والبلكم الحاجه الوسط، يعني البلكم الحاجه الوسط عندي دي بالنسبه ليا. بالنسبه بقى احنا هنتكلم بقى عن ايه، هنعمل جدول لبعض كده مع حضراتكم بالنسبه للخلطه الصيف هنتكلم هنعمل فيها ايه، والخلطه الشتوي هنعمل فيها ايه. بالنسبه للخلطه الصيفي، تمام،
بتكون الطيور بقى طبعا منعزله، يعني احنا بنكون بره في عين العشوش وبيكونش فيه فرخ وبيكون الدنيا هاديه مفيش الكلام ده كله خالص. بنجيب طبعا لو انت هتجيب كيلو دنيبه تمام ونص فلارس، وهتجيب نص بركه. لو في الصيف لو انت هتجيب بمقدار كيلو، هنجيب كيلو دنيبه نص فلارس نص بركه تمام. زي ما قلنا حضراتكم دوت عامه ده احنا بنعمل الكلام ده كله ليه؟ كيلو ونص ونص، يعني كيلو دنيبه ونص فلارس ونص بلقم. طب ليه؟ عشان طبعا انا مش عاوز ان القص او الجوز وزنه يزيد معايا، مش عاوز تشحيم، يعني مش عاوز الحاجه تتشحم، عشان خاطر على اول الشتاء الاقي الحاجه جاهزه للموسم اللي بعده باذن الله، يعني عشان الحاجه تكون شغاله وتكون جاهزه، بدل مثلا ما اكل هنا واكل هنا واكل هنا والاقي مثلا وزنه زايد، يعني يكون معايا القص وزنه زايد، فلا طبعا ما كده انا هتعطل على النص، يعني كده هتعطل على النص. بالنسبه بقى للخلطه الشطويه تمام، هنحط نص دنيبه واحد، هنحط نص كيلو دنيبه واحد تمام، وهنحط كيلو فلارس تمام، وهنحط كيلو بلقه. دي في الشتاء، في الشتاء هنحط نص كيلو دنيبه، نص فلارس، كيلو فلارس وكيلو بلقه تمام، زي ما اقول لحضراتكم كده. ودلوقتي لان طبعا هيكون في فروخ موجوده، طبعا احنا قلنا فايده البلقم، فايده البلقم في تدفيه، طبعا ساعتها الفروخ هتكون عايزه تتدفى، يعني الفروخ ساعتها هتكون محتاجه تدفيه. والبروتين بالنسبه للفلارس طبعا الطيور هتكون محتاجه بروتين الفرخ بتاعها، لان طبعا انت عارفين ان في الشتاء احنا بنفرخ وبيكون في زغاليل وبيكون في فروخ صغيره والكلام ده كله، فاحنا طبعا بنحتاج البروتين وبنحتاج مصدر التدفيه. بالنسبه للاملاح المعدنيه اللي هي بتكون اقل حاجه فيها بالنسبه للفرخ تمام. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم انا ماشي على النظام ده تمام، والنظام ده مريحني، يعني النظام دوت مريحني. بس يا ريت طبعا لما تيجي تجيب الدنيا بتكون اقل حاجه فيهم خالص، والفلارس تكون ازيد حاجه، والبلقم الحاجه الوسط، لان طبعا زي ما قلت لحضراتكم البلقم بيشحم، الفلارس كلها بروتين، الدنيا املاح معدنيه. طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن الثلاث مصادر اللي احنا بنتكلم عنهم او على الثلاث وجبات دي، طبعا كلها بتكون وجبه واحده، فطبعا لازم يكونوا الثلاث وجبات او الثلاث مصادر اللي احنا بنتكلم عنهم لازم يكونوا في وجبه واحده. بس زي ما بقول لحضراتكم نخف من الدنيبه ونزود في الفلارس على قد ما نقدر، ونقلل في البلقم. البلقم يعني حاجه وسط، يعني هيبقى مثلا ما بين الدنيبه وما بين الفلارس، يعني مثلا لو انت هتجيب كيلو من هنا هتجيب نص من هنا وهتجيب ربع من هنا تمام. وزي ما قلت لحضراتكم هنرجع نقول تاني بالنسبة للخلطة الصيفي، الصيفي هنجيب كيلو واحد من الجنيبة، نص كيلو فلارس، نص كيلو بلقة، لأن طبعا مش هيكون في فروخ، مفيش فرخ ساعتها تمام. فأنا مش هنبقى محتاجين اللي احنا عاوزين نزود وزن، ولا عاوزين اللي احنا لسه نتاية، ولا محتاجين الكلام ده كله تمام، عشان خاطر اللي احنا نخش الموسم الجاي على خير، ما يكونش فيه اي مشاكل، مش عاوزين حاجه تعطلنا. بالنسبه للشتوي طبعا هنحط كيلو بلقم، كيلو فلارس، نص جنيبه. لسبب ايه؟ لسبب ان بيكون فيه موجود فروخ او موجود فيه زغاليل. بالنسبه للبلقم، البلقم مصدر للتدفئه، هيدفي الزغاليل في قلب الشتاء. بالنسبه للفلارس، الفلارس مصدر للبروتين ونمو الزغلول وبيديله قوه، طبعا لازم الاثنين دول يكونوا موجودين ساعتها. الجنيبه هتكون اقل حاجه فيهم ساعتها هتبقى نص كيلو تمام. وربنا يعني يجعل لك كده موسم خير عليكم، وشكرا لحضراتكم.